السلام عليكم البنات، وصباح الخير عليكم. وان شاء الله على فيديو ديالي هادي تلقى خواتاتي كامله مهنيين. اليوم ان شاء الله البنات خيرت لكم ماسك، نهربوا شويه من الطبخ والتدابير، ونهربوا شويه من الحكايات والروايات، ونعتنيوا شويه بالنفس ديالنا. اليوم خيرت لكم النعناع البنات. النعناع الفوائد ديالو واش نقول لكم، هايله للبشره مع الياغورت الطبيعي. انا الياغورت الطبيعي وحده برك يعطيني انتعاش ويعطيني رطوبه للبشره. الوغ لا كي نزيدو له النعناع البنات، كيما انا هنايا هاد الربيطه اللي غسلتها شللتها تري تري بيان، وراحة يعني نرحيها في مولينكس مع ان بو دياغورت. النعناع البنات يعطينا واحد الانتعاش رطوبه. بيان سور قبل ما نديرو اي ماسك لازم نقومو بالتقشير. التقشير هو الاولاني باش يعني نحو كامل الرواسب على بالكم تاع توت لا سومان، ودو بريفيرونس التقشير يكون مره في الاسبوع. شاركت معكم الطريقه الطبيعيه لي فريمون مانيفيك، وهي القهوه وزيت زيتون ولا زيت جوز الهند، ولا فريمون يعطينا تقشير هايل. وانا اليوم اخترت لكم هذا الماسك لي يعطينا توت سويت دايور، غير نديروه تشوفوا هذيك الرطوبه تاع لابو، تشوفوا كيفاش تولي منتعشه، كيفاش صافيه، ميم تبيض اللون ديالها. علاش اللون ديالها يولي فاتح؟ علاش؟ بيسك تنحينا كامله الرواسب اللي تكون في لابو. كما كتشوفوا هنايا النعناع درت معاه ان بو دياغورت. البنات انا اللي نديرو نستعملو في وجهي انا وبنتي، والباقي يعني ناكلو. فوالا، بيسك نعناع ياغورت طبيعي لوكو ديالو فريمون هايل. تحسوا يعني الفوائد تاع النعناع، ادخلوا برك سيغ انترنت وانتوما تشوفوا الفوائد التي لا تعد ولا تحصى. هنايا رحيت يعني النعناع ديالي مع هذاك الياغورت الطبيعي، وجدتو. وهنايا بيان سور حطيت لكم القهوه وزيت جوز الهند اللي راح نقوم بالتقشير. بيان سور نديرو بوندانا نلمو بها الشعر تاعنا. انا هنايا راح نسيي لكم في يدي، مي ومن بعد بيان سور نديرو الوجهي رقبتي، وبيان سور اليدية. هنا درت كميه تاع زيت جوز الهند مع كميه تاع القهوه، ونبدا نخلط فيهم كاريمون بيدي باش نقدر نحس بلا تيكستور تولي لي كوم اون بات. ونبدا بيان سور نقشر في لابو تاعي، وندير حركات دائريه تكون خفيفه. كي نقولوا حركات دائريه ماشي نوضو نحكوا لابو تاعنا حتى يولي فيها احمرار ولا. ودائما ننصح الاخوات باسكو كاين بزاف اللي عندهم بشره حساسه يعني بطريقه عجيبه. الوغ اي وصفه من هذه الوصفات سافي با دير بلي تكون وصفات طبيعيه، معناتها ما تقدرش دير لنا تهيجات في البشره. نو، دائما نحكموا اون بلاص خيري يعني في يدك، ولا يعني في جهه وين حبيتي، وديري وتشوفي تخليها ان بوتي مومون وتشوفي اسكو دارت لك احمرار ولا لا. هنايا ديجا هذا المقشر برك راكو تشوفوا يعطيني نعومه فريمون مانيفيك. ومن بعد كي تعود البشره نقيق، يلاه الله تشهي هكاك رطيطبه، تماك نابليكي هذا الماسك الجميل جميل جدا البنات. النعناع مع الياغورت الطبيعي واش نقول لكم، تحطوه تخلوه واحد 20 دقيقه ولا تشوفوا النتيجه كيفاش فريمون هايله. تخلوه حتى ينشف تماما، ومن بعد تشلوه بملدد دائما ما يكون دافي. ومن بعد تيك مع الاخر نديروا له ما يكون بارد باش نعاودوا نغلقوا المسامات، والنتيجه واش نقول لكم رائعه. انا باصي لكم هنايا في يدي باش تشوفوا ابوبري كيفاش، ميم الطريقه انه يعني نابليكيو الماسك بحنانه ماشي نوضوا نحكوا فيه حتى نرجع احمر. وشوفوا البنات كيفاش يعني توت سويتا، شوفوا يدي كيفاش ولات بيضه. وبيان سور ما نساوش مع الاخير نقوموا بترطيب البشره. اي مرطب كان عندك في الدار، انا هنا بوندرت المرطب ديالي في ديام لا مارك شي كيما راكم تشوفوا، لكن في الوجه كيف كيف نديروا مرطب يعني مخصص للوجه. فوالا البنات، بالنسبه يعني للوصفه الرائعه اللي نشجعكم باش تقوموا بها، لازم كومام سورتو يوم الجمعه نحاولوا اننا نهربوا كومام شويه من التنبير، ماشي غير للشغل اي توسا، ونسيو ونعتنيو بنفسنا. فوالا البنات، بالنسبه لفيديو تاع اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله تكون نفعتكم النعناع. البنات ادخلوا سيغ انترنت وقراو على فوائد النعناع. ودركا ما قاعدين غير نقول لكم الى فيديو واحد اخر، موضوع واحد اخر، نقول لكم كامله حبيباتي دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.